السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس شويه. بالنسبه للدراري اللي ما تيكونش عنده مثلا لاباري ديال دياغنوستيك و تيبي يبدل لي بلاكيت، بالنسبه للحديد اللي جايب البلاكيت ديال فرانامان مع فرانامان الكتريك، نصحهم يشريو هاد الترانسفورماتور هذا ستار سات. هذا اللي يعقل عليه هو ديال لي بارابول اللي كنا تنستعملو في لي بارابول، تيدور البارابول ايست ويست، كتخرج فيه الخيوط هنايا. ها هما، اوكي، خدم بالدوسون فانس. السلام عليكم. بالمناسبة جاب الله واحد رونو 4 جر بيبدل لي بلاكيت، و طلبا للدراري قالوا لي الا كان جاب الله شي بروسيدور ديروا لنا. المهم انا تعمدت باش ما نديرش لابار دياغنوستيك، باش نخدم هاد الشارجور باش تشوفوا التجربه ديالو. هو يوتيليتير. المهم في هاد القضيه هادي، في حاله ما عكست لك لاباري ما باش تدخل لك باش ترجع لي تخيي. السلام عليكم الاخوان، هذا رونو 4 جر، غنبدلو لها البلاكيت. اول حاجه نحيدو فرانامان، هذا هو الشارجور تنبروشو 220 وغادي نسيو ان شاء الله. هو تيحتوي على واحد جوج خيوط ديال بلوس او موان، كنركبوه بعد ما حيدنا الفيشه ديال السيلندر، وغادي نخدموه ان شاء الله. نعاونو ليه بالتورنيفيس باش يدخل البيستون توت اونتي، يدخل كامل، و نتا باطي على البوطونه و كتعاونو باش ما تندوماجيش البيستون. و غادي نركبو البلاكيت بواحد الطريقة سهلة بلا تعب بلا تمارة. من بعد تنعاودو نركبو الخيط و نقلبو هاديك لا روتاسيون ايست ويست، و غادي يخدم ان شاء الله تيرجع السيلندر كامل توت اونتي. هادشي اللي كاين الاخوان، الله يسخر.